السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوغ اليوم ان شاء الله غنبارطاجي معكم دي تروفو شوكولا او نقدروا نسميوهم تحليه بشوكولات. كيجيو زوينين بزاف, كيجي فيهم واحد لوغو لي زوين او ميم طون واحد لا تيكستور زوينه اللي معروفه بهم, غير بجوج ديال المكونات, يعني شي حاجه اللي بسيطه او ميم طون كتحضر في ميم با 5 مينوت. والمكون الاساسي فيهم شوكولا, وكنعرفوا شوكولا كيعجب الكبار والصغار, دونك سيغمو هاد لا ريسيت غادي تنال الاعجاب ديالكم. دابا بلا ما نطول عليكم بزاف, يلاه نمشيو نشوفوا ديريكتومون المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه واول مكون هو الحليب المركز محلى, كنت ديجا بارطاجيته معكم في لاشين, غنخلي لكم لين ديال الفيديو الفوق في لو اي و تحت في لا ديسكريبسيون, دخلوا شوفوه. انا هذا كنت ديجا قديته وخليته واحد المده في الثلاجه, راه موقع ليه والو. كما قلت لكم تقدروا تحتفظوا به مده طويله, درتو في اون كاسرول فوق البوطه غادي نبدا نحركو حتى غادي يخفف ويطلق. نحس بلي لا تيكستور ديالو ولات ليجا خفيفه. دير اللي تلكم في لا فيديو ديالو, قلت لكم الا بغيتو الا احتاجتو في شي روسيت يكون خفيف ما عليكم الا تسخنوا شويه فوق البوطه. و هاد لا ريسيت هادي ما كتطلبش منها بزاف, سورتو كو الحليب المركز ولينا كنقادو دابا غير في الدار وغير بنسطر الحليب والسكر, دونك شي حاجه اللي سهله وبسيطه والنتيجه ديالها كتجينا رائعه. دونك دابا من بعد ما حصلت على لا تيكستور اللي بغيت ولا لي خفيف, غنحيدو فوق البوطه وهو سخون, غندير عليه الشوكولا. بالنسبه لا كونتيتي فانا درت 18 حتى 20 مربع ديال الشوكولات كحل. حاولوا ما تزيدوش على هاد لا كونتيتي اللي عطيتكم, كومسا لا تيكستور ديال هاد الشوكولا والحليب المركز ما تجيكمش ثقيله بزاف, كيف من بعد ما تقدروش تحكموا فيه. دونك من الاحسن ديروا من 18 حتى 20 مربع. بالنسبه للنوعيه فكتبقى على حسابكم, من الاحسن ديروا نوعيه جيده باش لوغو كيجي حسن, سينو ديروا اي نوعيه بغيتو, كل واحد والقدرات ديالو. صافي غادي نبدا نحرك الشوكولا مزيان حتى غادي يذوب ليا في الحليب المركز. فوالا كما كتشوفوا من بعد ما ذاب كتولي لا تيكستور ديالو زوينه بزاف وكريموز. انا هذا هي هذه لا مارك اللي استعملت في الشوكولا, نتوما تقدروا ديروا اي مارك بغيتو, فداكشي كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. كاضافه تقدروا تزيدوا نوع من المكسرات هنا, اللوز, كركاع, نوازيت, اي حاجه. انا فضلت ان هاد لي تروف يبقاو ليا سامبل, خديت مولد سيليكون غادي نوضع فيه هاد لو ميلونج ديالي. فوالا غادي نحاول نعمر كاع هاد لي سيركل هادو اللي عندي, غنحاول نقادهم مزيان كومسا باش غادي نديموليهم الشكل ديالهم يجي زوين. تقدروا ديروا امول اللي كيكون كبير, المول ديال غراتان باغ اكزومبل, غادي ديروا فيه بابي كويسون وغادي تابليكيو فوقو هاد لو ميلونج هذا, غادي تخليوه حتى غادي يبرد, غادي تقطعوه دي مورسو. فوالا لا ديكوراسيون كتبقى على حسابكم. انا فضلت انني نديروا في هاد لي مول انديفيديوال سيليكون. فوالا دابا من بعد ما ساليت لا كونتيتي اللي عندي فانا غادي ندخلو للثلاجه, ما كياخذش لنا وقت بزاف, كياخذ لنا 30 مينوت حتى 1 اور كاع الا طول, راه ما كياخذش الوقت كما قلت لكم ميم با 1 اور كيكون واجد. و فوالا دونك انا دابا غادي ندخلو للثلاجه وغادي نرجع معكم من بعد ما غادي يشد فراسو. فوالا دابا من بعد ما بردوا ليا وشدوا فراسهم كما قلت لكم ما كياخذوش لنا مده ليا طويله, من بعد ما كانوا دعوا في الثلاجه حسبوا لهم ديك نص ساعه هكاك صافي كيكونوا واجدين. صافي دابا ديموليتهم كيديمولاو بكل سهوله. بو لا ديكوراسيون درت لهم البودره ديال الكاكاو اللي كيكون مر, تقدروا ديروا البودره ديال الكاكاو اللي كيكون في لي ساشي ايديال اولا ديروا سكر كلاصي, فريمون سا ديبون دو فو. صافي غادي ناخذ لي تروف ديالي غادي نحطهم في طبق تقديم, وردوا البال مع الكاكاو شويه كيتسد لكم في الجناب, دونك حاولوا تهزوهم غير بشويه. تقدروا تقدموهم في بلاطو كيجي شكيل ديالهم زوين, تقدموهم لي زانفيتي ديالكم ديروهم كوم ديسير, سانسيرمون كيجيو زوينين بزاف و سورتو كيعجبوا الوليدات الصغار حيت كيكون فيهم لوغو شوكولا باين. وكثر ما درتو نوعيه جيده في الشوكولا كثر ما لوغو ديال الشوكولا كيجيكم حسن. انا ديجا درت واحد التجربه, درت لي تروف بشوكولات عادي ودرتو بشوكولا اللي كيكون نوعيه جيده, و دونك هاد التجارب بجوج عطاوني واحد لوغو اللي هو زوين بزاف. دونك تقدروا ديروا اللي بغيتو واللي متوفر عندكم, وكيف ما ديجا مونسيونيت لكم تقدروا ديروا نوع من المكسرات لداخل اولا تخليهم كيف ما درتهم انا سامبل. هاد لي مول هادو اللي درت فكيجي العرض ديالهم شويه كيجيو عرادين شويه, الا درتوهم في امول اللي كيكون كبير يقدروا يجيكم رقيق من هكا.
ديك الساعه سا ديبون دو فو. حتى لا ديكوراسيون تقدروا ديروا تقدروا ديكوريهم باش ما يعجبكم. انا استعملت غير لا بودغ ديال الكاكاو. بغيت نقول لكم الى مازال ما منضمين لينا في لا باج انستغرام دخلوا، راني كندير معكم دي ريسيت لي رابيد وفاسيل او ميم طون كنبارطاجي معكم لي ريسيت لي نتوما دايرين كتصيفطوهم ليا وكنطاغيكم. دونك الا عندكم شي ريسيت كنت ديجا درتها ودرتوها بارطاجيوها معايا وانا غادي نحطكم فوالا. وبغيت نقول لنا جدادي معنا في لاشين يوتيوب مرحبا بكم، ما تنساو ديروا ابوني وتفعلوا جرس لي نوتيفيكاسيون كوم ستوصلوا بكل جديد. ويلا بغيتوا اقتراحات او لا الا عندكم شي اقتراحات ولا شي حاجه اللي بغيتوا نقادها لكم خليوها لي في لي كومونتير وان شاء الله غندير لكم فيديو عليها. دابا بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي ووصفه جديده.